صالح انت رايح فين؟ مع السلامة ليلي. انا مروح، مش طايق القعدة في المستشفى. مروح ازاي؟ انت لسه تعبان. لا انا بيتك بس الحمد لله البركة فيك. ما ينفعش تخرج، لازم الاول اذن الدكتور. ماله الدكتور وبيا؟ هو انا قاعد في سيبش ما اخد براحتي. مش بس الصوت العالي، شو فيه؟ ابدا يا دكتور، صالح عايز يخرج ولسه ما فيش اذن. يا استاذ صالح بقيت كويس وعايز اخرج، انا اتخنقت من المستشفى. احنا بس بنطمن عليك يا استاذ صالح، بدي حضرتك تتحرك. مشكور، اتفضل. يا عمي بقيت كويس والله خلاص. طب حضرتك انت عارف انت عشان تطلع برا المستشفى لازم تكتب اقرار على نفسك، ولازم احنا نعالجك اول شيء. لا انا اديني اي اقرار اي حاجه مضيها لك وانا عايز امشي من هنا. استنى لك يا حضري لي الاقرار المكتب عندي وبعث لي اياه. حاضر. احنا بس بدنا ناخد حلقه المسكن وبعدين حضرتك مشكور. مش عايز مسكن خالص الحمد لله. بعد اذنك. ماشي معاك. نورتي يا بت يا نور، نورتي الحته كلها يا بت. مش كنتي تقولي لي كنت فرشتلك الارض رمله؟ يا اختي رمله ايه بس، ده انا لقيت نفسي مخنوقه في الزمالك قلت اجي انم معاكي شويه. وايه يا اختي النمايه اللي انت عايزه تقولها لي؟ ها نلاقيها نمايه ذكر. اه يا اختي ذكر، انت بتقولي فيها ذكر ومنحسه على الاخر. يا اختي كل حكاياتك منيله بستين نيله. قولي لي يا اختي اطربيني اشجيني. خير 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 لواحده حبيبتك بيت النوزه مش كده؟ ايوه بس انا جايه اسالك سؤال بسالهولك كل مره. صالح، صالح ده اخويا الكبير وانت عارفه كده كويس وما تستعبطيش. ماشي يا سمسم. صالح ده هاجر يا اختي قصه الحب والغرام من زمان، من ايام ما شيرين مراته خلاص توفت الله يرحمها. دلوقتي بقى لا بيحب ولا بيستريح الا النوسه، واحنا عارفين كده كويس. وانت عارفه يا سمسم، عارفه ان نوسه بتعشقه وبتموت فيه، وهو ولا هو هنا. وانت عاوزاني اعمل ايه يا حبيبه ستو؟ اشتغل لهم رسول الغرام؟ لا يا روح ست، عايزين نحل مشكلتهم دي ونخلص منهم خالص. ايه عاوزاني اذبح نوسه؟ لا يا روح طنط، مش عايزاكي تذبحي لي نوسه، عايزاكي يا بنتي بس توديني عند الست اللي هي كانت ساكنه ببيت ام نعيمه، الست اللي اسمها ام نعناشه دي. يخرب بيتك يا نهار مش فايت، انت عاوزاني نمشي في الحاجات دي؟ هو احنا هنعمل حاجه عيب ولا حرام؟ احنا كله في الخير. وبعدين انا يعني جايبه قطر من صالح وقطر من نوسه علشان نعمل لهم حجاب محبه. وتبقى صالح لنوسه ونوسه لصالح زي الافلام. ايوه زي الافلام يا سمسم. بلا منعنشه بلا مقوي، شغل الدجل والشعوذه ملناش فيه. وبعدين كل شيء اسمه نصيب. لو سمحت انا بسال على صالح ابو ضيف، كان عامل حتى امبارح هو فين؟ خرج النهارده الصبح. ده مين ده اللي خرج؟ ولا حضرتك عامل حادثه وكده خرج ازاي؟ ايوه كتب على نفسه اقرار ومشي من المستشفى. طيب اشوفك في الغرفه الثانيه. الو اه عامر الحق، ده انا جيت للمستشفى قالوا لي صالح خرج. انت بتقول ايه؟ خرج ازاي يا حسين؟ ده لسه عامل حادثه يا عم. انا ايش عرفني بقى، بيقول لك كتب اقرار على نفسه وخرج. الحمد لله ان هو بقى كويس يعني. بقول لك ايه، انا مش هطمن غير لما اشوف بنفسي. براحتك يا عامر، بس الحمد لله ان احنا عرفنا ان هو خرج وسليم وعلى رجليه. طب الحمد لله الحمد لله يا رب، طمنتني يا حسين والله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. سلامة أنت. الحمد لله. هاوس كيبينج.
معقول اموت غريب كده؟ لا حد يعرفني ولا اعرف حد. ايه اللي انا عملته غير شويه فلوس؟ وفين اخواتي؟ لانهم ضاعوا مني. ايه اللي حصل يا صالح؟ الحمد لله يا استاذ صالح. كل شيء تمام وكل شيء مستقر وامورك بخير. والحمد لله حكوني منيح. جسمي كله تعبني. حاسس اني دايخ وعدم اتزان. ما عليه، الدواء شوية تقيل عليك وهياخد شوية ساعات وهكون منيح. أهم شيء ده تحافظ لي على حالك وتريح. تبع لي بليز. المرة دي بقى يا صالح يا أخويا مش هسيبك تخرج من هنا غير لما تبقى زي الحصان. ربنا يخليكي. اخوك صالح مش عارف راح فين، مش لاقيه خالص، ما بيردش على تليفونات حتى. اوه جرى ايه يا عامر؟ صالح بقى زي ما انت فاهم هتلاقيه سافر له مصر كده هبق هبق، ولا اقول لك تلاقيه بقى راح يغير زيت في البنزينه. جمال ايه يعني انت ما بتغيرش زيت بتمشي حافي بالعربيه؟ عم بقى سيبك بقى من صالح بقى، مش كفايه البهدله اللي هو بهدلها لنا في المستشفى وبعد كده يخرج من غير ما يقول لنا ولا يعبرنا؟ الله اعلم، انا كنت بجري على الطريق كنت هموت عشان احصله. عم تجري ايه بقى؟ ما تجري ايه ده؟ الله، امال عم فؤاد قال كلام غير ده ليه يعني؟ قال ايه ابن مفؤاد ده؟ قال ان جبر كشم لك جامد جامد وحكم عليك تقعد في الشغل وما تروحش تزور صالح. تصدق بقى فؤاد ده راجل الا؟ ما تعرفش هو هنا ولا هناك ولا معانا ولا معاهم؟ عم فؤاد صراحة يعني طول عمره حبيب صالح اخونا، مفيش حاجة يعني. حبيبه حبيبه معاه اه. بس انا برضه خاف على صالح. تخاف على صالح ايه؟ ده صالح ابو الشقاوة كلها، يا ابني اسمع مني. تلاقيه كان شارب ولا متدردع ساعة العدس عشان كده هو باظ. طب بلاش تتنور عليه. عشان كل واحد شال شيلة طين. على الأقل يعني الحاجه أحسن من القمار. أنت بتلقح عليا ليه؟ مش سكران؟ أيوه. وبعدين انت بتلعب قمار؟ لا انا بلعب على فلوس. طب خليك في الميسر بتاعك ده، لو سمعت حاجه عن صالح تبقى بلغني. ماشي انا هقول له، قصدي هقول لك لو اتصل بيا هقول لك. هو انت فين؟ مشيت؟